اليمنيون التحاور بدلا عن التناحر، والتقى ممثلو المجتمع اليمني في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي تستمر فرقه مواصلة مشوار عملها في سبيل استكمال تقاريرها منها المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي قدم رئيسه استقالته ولم تقبل من هيئة رئاسة المؤتمر. أنا أشبه الوضع يعني بالضبط كما يسير في طريق مزدحم، وأنا طوال الفترة الماضية استقلت كرجل مرور متطوع كي لا تصطدم المكونات بعضها للبعض في إطار فريق العدالة الانتقالية، وحاولت بكل جهدي أن أصل أو أدير الفريق من أجل الوصول إلى توافق بين مختلفة المكونات. البعض طبعا شكك بحياديتي، ويعني ربما طرح بعض المواضيع، يعني أنه ربما كانت قراراتي بعض قراراتي ليست صائبة، وأنا لا أدعي أنه يعني كل قراراتي كانت صائبة، لكن بحد ذاته يعني أنا أتحمل المسؤولية في كل الأحوال، وبالتالي طرحت هذا الموضوع أمام الفريق أنني مستقيل من إدارة الفريق وبإمكانه أن يدخلوا شخص آخر. قاعة اجتماع فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية تحولت إلى ساحة للمهاترات الحزبية والمكايدات السياسية من قبل بعض الفئات التي تتمترس نحو تحقيق أجندة حزبية وفئوية كما يؤكد أعضاء المؤتمر. هناك مؤامرة، وهناك من يحاول أن يجعل من المؤتمر مظلة لتمرير بعض القضايا على حساب البعض، على حساب قضايا الشعب، على حساب القضايا الوطنية. نحن نعتقد بأن القضايا الوطنية هي التي يجب أن تحكم، ونحن نجب أن نقف معا فيما يدفع بمؤتمر الحوار الوطني لتحقيق الأهداف التي أعلنت وما يحقق أمن وسلامة البلد. حظر الدخول لقاعة جلسات الفريق لم يقتصر على الإعلاميين فحسب، بل امتد ليشمل أعضاء في الفريق منعوا من مداخلتهم ونقاشاتهم حول التقرير. قاموا يتكلموا ناس، أنا أردت أتكلم، منعني، قال ما تتكلمش، لأنه اللي يتكلم مكون واحد، بينما إحنا مكونين، المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. قام الأستاذ ياسين سعيد نعمان وسلطان العتواني، وأيضا لما أنا صرت شي يتكلم قال شي يخرجوا، فقلت لهم أنا أخرج لأنه هذا المنطق أعوج وغير منطقي، هناك في قضايا جوهرية ينبغي أن لا نقبل بتجاوزها. أتمنى يتوافقوا بما يصلح المصلحة الوطنية، وأن لا يسيروا من خارج. في ناس بيسيروا داخل العدالة الانتقالية من خارج، وليس الرأي رأيهم، هم مجرد أصوات زي المسجل يعبوش يقولوا فقط. عدد من أعضاء الفريق أكدوا أن القرارات والنقاط التي لم تحل ويتفق عليها سترفع إلى رئاسة المؤتمر بعدما ردت من لجنة التوفيق في وقت سابق. جلسة اليوم جلسة ختامية، لكنها اجتماع لفريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي يتساءل كثير من الناس حول عمل هذا الفريق، فهل سيحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية أم مجرد الابتزاز السياسي وتحقيق مصالح حزبية لفئات بعينها؟ مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.